هنبدأ مع بعض في الاستابيليتي اوف ديجيتال كنترول سيستم. هناخد اكزامبل زيرو مباشرة. لو ركزنا مع بعض ادي المثال اللي عندنا اهو، ده كلوزد لوب اصلا، هنا في كي ثابت، طبعا دي بلانت اهي، لازم يبقى في زيرو اوردر هولد قبلها قلنا، وبعد كده الفيدباك داخل على السامنج مع الانبوت اهو، وهنا في سويتش او سامبلر عشان يبقى ديجيتال سيستم. بيقول لي ديترمين ذا كلوزد لوب ستابيليتي اوف ذا سيستم شون ان فيجر، الموضح ده فور كي بتساوي واحد، يبقى هو مديك كي بواحد وهبتدي اعوض في المعادله. مديك جي بلانت واحد على اس في اس زائد واحد، واحد على اس في اس زائد واحد، تمام يا حضرات؟ ده مين جي بلانت ده؟ تمام؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هو عايز للكلوزد لوب الجي بلانت اللي مديها لك دي الاوبن لوب اللي هي دي، تمام؟ الزيرو اوردر هولد طبعا دي معادله، فركز معايا كده، هنبتدي نحل دلوقتي. اول حاجه هنختصر الاثنين دول مع بعض، الزيرو اوردر هولد مع الجي بلانت هنسميها جي اوف اس، ايا كان السفكس اللي تحت سيبك منه، جي اوف اس هتساوي جي زي اوردر هولد اوف اس في جي بلانت اوف اس. ليه ضربت الاثنين مباشر في الاس دومين الاول؟ عشان ما فيش سامبلر ما بينهم. لو افتكرت الفيديو بتاع الاوبن لوب لما اثنين كاسكيد ما فيش سامبلر ما بينهم، بضربهم في الاس دومين الاول، بضربهم في الاس دومين الاول وبجيب القيمه خلاص. وفي كل مسائل الكنترول عندنا، في كل مسائل الترم، في كل مسائل المنهج، ان الزيرو اوردر هول مضروب مباشره في الجي بلاد، فعشان كده هتبقى في الاس دومين، في الاس دومين هنا برضو، او ممكن اكتبها كده تمام. حلو، الكي عندنا ده سي اوف زد، ممكن ده كنترولر كي الرينج بتاعه، مفيش مشكله، دي كلها مسميات. يلا معايا الكلوزد لوب ترانسفير فانكشن عباره عن ايه؟ الفورورد باس، فورورد باس اللي هو هقسم الاوتبوت على الانبوت، فورورد باس اللي هو الكي في الجي دي كلها، الجي المحصله اللي هنا دي اسمها جي اوف زد خلاص، يبقى هتبقى كلوزد لوب ترانسفير فانكشن تي اللي هو واي على ار اللي هو كي، الكي في الجي دي كلها على بعضها المحصله اللي انا جايبها في السلايد اللي فات اللي هي جي اوف اس، سيبك من السفكس اللي تحت، على واحد عكس الاشاره اللي هو كل اللوب هنا اللي هو الكي في الجي برضه لان يونتي فيدباك خلاص. وبالتالي اللوب ترانسفير فانكشن فور كي بتساوي واحد، فور كي تساوي واحد، لما الكي تساوي واحد طبعا المعادله هتطلع بالشكل ده. اللوب ترانسفير فانكشن، اللوب ترانسفير فانكشن او الاوبن ترانسفير فانكشن اللي هي الجي اوف اس بس، اللي هي الجي اوف زد سوري، اللي هي الجي اوف زد اللي هنا دي تمام. ليه؟ لان الكي بواحد، خلي بالك الكي بواحد، فالكي بواحد بقت اللوب عندي هنا كلها على بعضها جي اوف زد، او يطلق عليها الاوبن لوب ايا كان. هنروح الجي اوف اس دي اللي هي الجي اوف اس اللي هي اوردر هولد، زيرو اوردر هولد في الجي بلاد، بضربه ببعض. اول حاجه الجي زيرو اوردر هولد، ركز معايا كده، عباره عن واحد ناقص اي اس سالب تي اس على اس، انا الكلام ده جايبينه في الاثبات، احنا ثابتين دي جت من فين؟ بضربه دايما في الجي بلانت. يبقى تاني كل البلوكات وكل مسائل السيستم، السيستمز اللي موجوده في المنهج، ان بضرب الجي زيرو اوردر هولد في الجي بلانت، الجيرو زيرو اوردر هولد دي معادلته واحد ناقص اي اس سالب تي اس على اس في الجي بلانت، الجي بلانت بعوض عليها من فوق هنا اهي تمام يا حضرات، هتبقى ايه؟ جي بلانت هحطها زي ما هي. طيب 1 ناقص اي اس سالب تي اس انزلها زي ما هي، انا باخد الاس جوه، يبقى دي المعادله اللي هنحفظها. يبقى 1 ناقص اي اس سالب تي اس افتح قوس، قوس كبير في جي بلانت على اس، معناها ان الجي بلانت دي دايما هتقسم على اس، هنا في اس واس زائد 1، قسم كمان على اس هتبقى في المقام اس تربيع اهو، قسمها كمان على اس تبقى اس تربيع. 1 ناقص اي اس سالب تي اس ده ديلي وده ثابت ما فيهوش مشكله، يبقى يهمنا القوس ده، القوس ده لازم احوله، بيبقى ازاي احوله؟ بروح اعمل كسور جزئيه، يبقى تاني ده بروح اعمل له كسور جزئيه، افتح قوس كبير واحط الترم ده اهو، ده حولت الكسور الجزئيه بالشكل ده، جبتها ازاي؟ تعال مع بعض، يبقى واحد على اس تربيع في اس زائد واحد بتساوي يلا ثابت على القوس الاول اللي هو مين؟ اس زائد واحد، ده اس تربيع جذر مكرر، تبقى اس تربيع الفوق منه بقى ثابت واس وثابت، اوعى تقول دي معادله تربيعيه وهيبقى من فوق ايه من الدرجه الاولى، لا ده اسمه جذر مكرر، هو اس بس اتكرر مرتين خلاص، فاسمه اس تربيع والثابت فوق ادي اس. هنبتدي نجيب الثوابت، اول حاجه الاي بجيبها اهو، بشيل القوس اللي هنا بشيله هنا كده، تبقى واحد على اس تربيع لما اعوض باس بسالب واحد خلاص. البي تربيع، البي هنا برضو بشيل اس تربيع هنا، من اس تربيع تبقى واحد على اس زائد واحد، المقام هنا اس بزيرو اعوض جيب واحد. اما السي عشان مكرره لو انتوا فاكرين بتبقى واحد على اللي هو المضروب واحد في تفاضل، تفاضل الداله اللي فوق دي تفاضل البي، لان اس جايه من الاس تربيع فبالتالي السي هتيجي من البي، فابتدي امسك دي افاضلها تفاضل اهو، فالتفاضل لما اعوض نفس عند نفس الشرط عند اس بزيرو خلاص، هفاضل دي الاول يبقى المقام تربيع، المقام في مشتقة البسط ناقص بزيرو ناقص البسط في مشتقة المقام اديني سالب واحد، يبقى ده التفاضل، اعوض في اس بزيرو يطلع عندي بسالب واحد تمام. يبقى انا جبت الاي والبي والسي
ابتدي ارجع اعوض بعد التعويض الطلب بالشكل ده، تمام؟ يبقى انا جبتها في الاس دومين لو، يبقى تاني يبقى انا عندي الجي زيرو اوردر هولد ضربتها في الجي بلانت اوف اس الاول اللي هو بالقانون ده 1 ناقص اي اس سالب تي اس، الجي هنا قسمتها على اس بقت اس تربيع في القوس. امسك دي اجيب قصور جزئيه، ده الخطوات اجيب قصور جزئيه اهي، تمام يا شباب؟ جبت القصور الجزئيه جبت الثواب، يبقى خلاص ارجع تاني اعوض في المساله الاصليه اللي هي الجي اوف اس، يلا كده بقيت 1 ناقص اي اس سالب تي اس في كل ده. انا عايز احول دي للزد بلين، احول دي للزد بلين، احولها ازاي؟ اول حاجه الزد بتساوي اي اس تي اس، الزد بتساوي اي اس تي اس، عندي اي اس سالب تي اس، يبقى اشيل دي تحط هنا بالاس سالب ضربت في سالب واحد، تبقى هنا زد اس ماينس واحد، تبقى زد اس ماينس واحد بتساوي اي اس سالب تي اس، يبقى اشيل الحته دي واحط زد ماينس واحد. تعال واحد على اس زائد واحد دي اشيلها ازاي؟ اهو واحد ناقص زد اس ماينس واحد، في كل ده بقى هجيب له زد، كل ده هجيب له زد، خلي بالك ده عباره عن ديلي، وكل ده هجيب له زد. يلا واحد على اس زائد واحد لان انا هجيب الجي اوف زد، فتبقى واحد على اس زائد واحد اتحول ازاي؟ يلا كده اي اس سالب تي، قلنا دي لما تتحول مباشره هتبقى زد على زد ناقص، قلنا التي السمول هنا تبقى سالب تي كابيتال اهي، تمام؟ نروح واحد على اس تربيع، واحد على اس الاول دي معناها قيمتها بواحد، الواحد في الزد دومين يبقى زد على زد ناقص واحد، واحد على اس تربيع ده قيمتها بايه؟ بتي، تي يعني اشيل احط كي تي كابيتال، كي تي كابيتال، كي تي كابيتال، التي تنزل زي ما هي والكي هي عباره عن زد على زد ناقص واحد تربيع، ابتدي اعوض عن كل ترم من هنا بالزد بتاعته هنا، بعد التعويض طلع بالشكل ده، واخدين بالكم اهو، تمام؟ في مشكله في التعويض، دي نقطه. واحد ناقص زد اس ماينس واحد، زد اس ماينس دي بواحد معناها ايه؟ واحد على زد، زد اس ماينس واحد دي معناها واحد على زد، واحد مقامات دي، واحد مقامات دي، تبقى زد ناقص واحد على زد بعد التوحيد وبعد التعويض من فوق طلعت هنا. لما انا ابتدي اعوض دلوقتي هبتدي ادخل يعني قبل ما اوحد مقامات ادخل بالقوس جوه، ليه؟ لو انا حتى بالمقامات في الشكل ده دلوقتي هاخد وقت، لكن زد ناقص واحد لو انا دخلت بيها جوه هنلاقيها طيرت لي هنا التربيع وطيرت لي هنا المقام، فانا دخلت بيها جوه اهو، خلي بالك، والزد دخلت بيها تلقى الزد طارت من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، طلع الشكل اهو، بعد ما ادخل بده جوه طلع الشكل ده، هبتدي هنا اوحد مقامات، بعد التوحيد اهو، يبقى القوس ده في ده طلع ده، وابتدي اوحد مقامات عادي فوق، وابتدي افكها، بعد الفك طلعت اهي. حلو، هو مديني تي في المسألة أو مديني تي بواحد ثانية، لو رجعنا لرأس السؤال، لو رجعنا لرأس السؤال هنلقى على البلوك هنا مديك التي بواحد ثانية، أهو رأس السؤال هنا مديك التي بواحد ثانية، إيه التي واحد ثانية؟ اللي هو السامبلينج تايم، خلاص؟ في مشكلة كده؟ أنا دلوقتي هعمل إيه؟ أنا دلوقتي خلاص بقيت أهو الدالة زي ما هي، هعوض عن تي بواحد، لما أعوض عن تي بواحد طلعت بالشكل ده. بعد التعويض عن تي بواحد بالشكل ده طلعت اهي، يبقى دي الاوبن لوب اهي طلعت بالشكل ده. هروح نفك القوسين دول، انا فكيتهم اهو، فكيت القوسين، فكيت القوسين. دلوقتي انا هروح اجيب الكلوز لوب، خلي بالك ممكن يقول لك اعمل تيست للاوبن لوب، باخد المقام ده برضو اللي هو الكاركترستيك وهعمله تيست انه ان شاء الله بالجير ستابيليتي تيست او بالباي لينيا ترانسفورميشن، فده اسمه ايه؟ الكاركترستيك ايكويشن، بس بتاع الاوبن لوب لان دي بتاعت الاوبن لوب، خلاص. هل هو عايز الاستابيلتي بتاعت الاوبن لوب؟ لا، هو قال لي هات الاستابيلتي بتاعت الكلوز لوب، يبقى نرجع تاني الكلوز لوب ترانسفير فانكشن، ده القانون بتاعها اللي انا احنا قلنا عليه، الفورورد على واحد عكس الاشاره في اللوب طلعت بالشكل ده. انا اعمل ايه دلوقتي؟ بيقول الكاركترستيك ايكويشن اللي هي المقام اللي هي 1 زائد الجي اللي هي 1 زائد اللوب اللي هي 1 زائد جي بتساوي زيرو. يلا نعوض 1 زائد الجي، الجي اهي خلاص. انا مش عايز الكلوز لوب ترانسفير فانكشن، انا مش عايزها، انا عايز المقام بس خلاص. فالمقام لان هو الكاركترستيك لان هو بيقول لي هات الاستابيليتي، او ممكن تعوض بس المقام تجيبها مفيش مشكله خلاص. هنبتدي نقول واحد زائد، عشان اقول واحد زائد هنوحد مقامات دي تاني واخد البسط اساوي بالزيرو مباشره بالشكل المباشر ده، هتبقى المقام زائد البسط، او بص المقام زائد البسط، يعني المقام اللي هنا اتاخد زائد البسط مباشره طلع بالشكل ده خلاص، المقام زائد البسط لان انا بطريقه مختصره طلعت ب بزيرو. هتبتدي تخلص دي بعد التخليص طلعت بالشكل ده. هاخد دي يا حضرات واطبق عليها الجير ستابيليتي تيست لان دي الكاركترستيك بتاعت الكلوزد لوب، الكاركترستيك بتاعت الكلوزد لوب، هاخد دي اطبق عليها الجير ستابيليتي تيست او البايلينير ترانسفورميشن. لكن انا دلوقتي في المثال ده مش هطبق الحالتين دول لان هذا المثال المعادله دي هيتم اعاده شرحها في الجير ستابيليتي تيست، فانا دلوقتي هحلها بالطريقه التقليديه اللي هو هجيب الزد اللي هي الجذور بالاله طلعت كومبلكس، فالمودلس عباره عن ايه؟
الريال تربيع زائد المشي والتربيع هتبقى زدت لها 79%. المودلس ده خلي بالك، المودلس ده اقل من واحد. طول ما المودلس زد اقل من واحد يبقى ده داخل اليونت سيركل، يبقى البول الاول والثاني طول المودلس اقل من واحد يبقى هو كلوز لوب ترانسفير فانكشن ار انسايد ذا يونت سيركل، يبقى هو داخل اليونت سيركل لانه اقل من واحد، يبقى السيستم ستيبل. لكن انا في حل خلال المنهج مش هستخدم الطريقه دي، مش هحلل بالاله، مش هستخدم الاله، هستخدم جير ستابيليتي تيست. وهذا المثال اللي هي المعادله دي هعيد حلها في فيديو الجير ستابيليتي تيست. خلاص يا شباب، ان شاء الله ده هنشوفه في الفيديو القادم.